وابدا هنا بالاستاذ اسامه بضيفي هنا في الاستوديو. استاذ اسامه، في هذه الاثناء البرلمان الليبي ربما يصوت على قرار اردوغان والرئيس التركي والنظام التركي بارسال قوات الى ليبيا، ما الذي يمكن ان نتوقعه من هذه الجلسه؟ لا يعني جلسه تفويض طبعا، من المؤكد انه اردوغان يمتلك الاغلبيه في البرلمان التركي، عنده 293 عضو في البرلمان من حزب العداله والتنميه، الى جانب اكثر من 50 عضو من حزب الحركة القومية المتحالف معه في الانتخابات الأخيرة، وعدد النواب البرلمان 600 عضو في تركيا، يعني عنده 50% زائد واحد، وأنه معروف طبعا التصويت بالحضور. عشان كده أردوغان عامل حشد لأعضاء العدالة والتنمية والحركة القومية أنهم يحضروا النهاردة للتصويت على مذكرة التفويض بإرسال قوات الى ليبيا، توقعي انه هيتم الموافقه. لكن حتى اذا ما تم الموافقه على هذا القرار، لا يعني بالضروره ارسال قوات نظاميه عسكريه تركيه الى ليبيا. الغالب انه المرحله الاولى في توقعي او من خلال القراءات اللي بنشهدها هتكون عباره عن مرتزقه تابعه لشركات الامنيه اللي مؤسسها اردوغان من فتره طويله، وبتعمل نوع من انواع التدريب الكامل لأعضاء هذه الشركة الأمنية، اللي هم طبعا يعني بتوع حزب العدالة والتنمية اللي كانوا مفصولين أيام حكم العلماني، إلى جانب مجموعة كبيرة جدا من السوريين، إلى جانب مجموعات كبيرة من المرتزقة. أردوغان يمتلك هذا الأمر وعلى دراية كاملة بإزاي يستخدمهم، زي ما حصل في غزو شرق سوريا. طبعا الأمور عنده متاحة، وأعتقد أنه دي هتكون المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بالتأكيد أردوغان يفكر في إرسال قوات تركية، سواء مساعدات عسكرية أو جنود، بس تكون مرحلة متأخرة حتى لا يقلق المجتمع الدولي ويحصل له نوع من انواع الغضب، انما هو بمهد الطريق عشان ينشئ ايضا قاعده عسكريه في طرف. طيب.